السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية. أم سعيد وش تسوي؟ أسوي القرص. تسوي لنا القرص؟ القرص على هنا على اليمر، أكو جاهز. يا سلام. مرينا الضوء، سمينا عبد الرحمن، تعودنا من الشيطان وسوينا القرص. أول كنا نسوي القرص، القرص هذا نسويه على التنور. هو نفس اللي يتسوى بالتنور. اي نعم التنور. كان هذا القرص تقدر تسويه في اي مكان. التنور ما تقدر تسويه في اي مكان. لا تخرج يا ابو هاتما، خليها شوي تحمى. كذا كيف العم حرب سخان والحين يوم نسوي درس ولا شيء عبرنا بيوهن أبوك. دق من الآن. عشان في ذا يبارك ممنوع. هو بقى أهم يبي. هو بقى يبي. حطي عين تحت وجهك هذا الحين. هم الحين عم طحين. ابو سعيد وينه؟ وين هو؟ عشان هون بالعيني، عيني شوي بالعين بعد شوي عشان ما يطلق لي الطاقة. ريحي ريحي ما لها لأن لا سنة لها لا طلع منهم هنا زين. ترى تفضلي تفضلي مرة تفضلي لا تريحي. قربي لنا وانتي ما تريقنا اليوم.